كما أكد رئيس الوزراء الأردني ضرورة مضاعفة الربط الكهربائي بين مصر والأردن، مشددا على ضرورة التكامل في مجال البنية التحتية، خصوصا في مجال الغاز والاستفادة المشتركة في المرافق على جانبي الحدود بين البلدين. تحدثنا أيضا عن ضرورة العمل الدؤوب إلى مضاعفة قدرة خط الكهرباء الذي يربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأيضا عن التكامل فيما يتعلق بخدمات البنى التحتية وخصوصا في مجال الغاز، واستفادتنا المشتركة من المرافق على جانبي الحدود بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية في هذا الصدد. وأيضا تحدثنا عن مشروع خط النقل العربي الذي يهدف إلى ربط أفريقيا بآسيا عبر العقبة مرورا بسيناء ثم إلى العريش ومنها إلى وشواطئ المتوسط ومنها إلى العالم.